عالم مصري كفيف تدرس مؤلفاته إلى اليوم، وإن ذكر علم القراءات فلا بد أن يذكر اسمه، هو الإمام العالم النابغة أبو محمد القاسم الشاطبي المقرئ أحد أعلام القرن السادس الهجري. ولد بشاطبة في الأندلس وحفظ القرآن وتعلم العلوم الشرعية بها وركز على علم القراءات وهو كفيف لا يبصر. ولما وقعت الفتن بالأندلس وطلب منه أن يخطب ويمدح الأمراء وبأمور لا يرى جوازها، تنزه عن تأييد ومدح الظالمين وتعذر بأنه يريد السفر للحج، وفي العودة استقر بمصر وأكرمه أهلها وعرفوا قدره وتزوج منهم وتصدر الإقراء وتولى المدرسة الفاضلية فيها، طارت شهرته في الآفاق، قصده الطلاب من كل مكان، وذلك في عهد صلاح الدين الأيوبي. وكان أشهر تلاميذه السخاوي الذي شرح الشاطبية في القراءات السبع، وقد كثر شراح منظومته واعتني بها. توفي رحمه الله وهو فقير جدا، ولكن الله أبقى ذكره. قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: الشيخ الإمام العالم العامل القدوة سيد القراء الأندلسي الشاطبي الضرير ناظم الشاطبية والرائية.